ايام كابتن حسام من الماتشات الصعبه بالنسبه لك انت بقى اللي انت خطها مع نادي الزمالك، افتكر اي ماتش كان اصعب ماتش وانت قلت الماتش ده الحمد لله ان احنا يعني كسبناه وعدينا من عند ربنا يعني. بص يا كابتن، تعبتوا فيه يعني؟ كان كينيا ويندي هنا ولا هناك؟ هناك هناك ماتش صعب هناك كابتن. هو هنا احنا اللهم لك الحمد والشكر حسمناها يعني 4-1 يعني كسبنا 4-1. جبت انا جون التعادل، كنا 1-0، رحت انا جايب جون التعادل، الكرة اتعملت اوفر، راح هيثم راح رددها، رحت انا حاططها. بعدين اعتقد عبد اللطيف الدوماني وطارق السعيد ضربة جزاء. الدوماني بتاع قصبة رجله ده، وبسوني كان في قصبة رجله كده، وبسوني كان معايا هنا وقال لي وبسوني جاب جون، كان فيها توفيق كبير قوي يعني وبسوني. فكسبنا 4-1، فروحنا هناك فلعبنا هناك، فكانت في رمضان الفتره ديت يا كابتن. كان في حته بقى يعني حته المصرح، حته ان انت ممكن تصوم او تفطر او حاجه زي كده، فكلنا يمكن لسه كنا بنتكلم قبل الهوا كابتن انا وكابتن كمونه على ان في ناس فطرت وفي ناس صامت، فدي كملت بعضها سبحان الله يعني. احنا كملنا بعضنا، فالجو كان صعب، هناك صعب درجه الحراره عاليه جدا، فكان من الصعب ان انت حتى الاكسجين الحاجات دي كلها. فمباراه مصريه 90 دقيقه يعني، فانت هنا عديت يعني شوط كبير قوي لما كسبت 4-1. فلازم هناك محتاج القوه، محتاج الباور اللي يبقى موجود، فحته ان انت تبقى صايم مع الجو فهيبقى صعب. ففي ناس فطرت وناس صامت يعني، فربنا كرمنا حصل بالانس في التوازن يا كابتن. وعملنا كابتن ماتش جامد جدا، ودخل فينا هدفين في اخر يا كابتن 8 دقائق بالظبط، ولو دخل فينا جون ثالث خلاص كنا هنخش في قصه ثانيه يعني. الاستاد مقفول يا كابتن، وعبد الحليم ضيع فرصه انفراد ساعتها انفراد يعني، لكن ربنا كرمنا وطلعنا خسرانين 2-0، بس خدنا البطوله. واحنا راجعين بقى كابتن الحلاوه بقى، انت راجع بيقابلك جمهور نادي الزمالك من اول المطار لغايه الكليه الحربيه، وانت زمان ماشي بالباص كده طالع لحد النادي يا كابتن، واحده واحده لغايه النادي لحد النادي. لا انا عايز اقول كنا الساعه كام يا كابتن؟ كنا الساعه 4:30، كان ساعتها في رمضان فجر والله. فجر جمهور الزمالك في المطار. قول لي للكابتن طارق واحنا في الملعب احمد صالح، والله العظيم يا كابتن بعد الماتش خلص فلقينا احمد صالح بيعيط. فاحمد صالح احنا خسرنا يا ابني، بتعيط ليه؟ احنا خسرنا وخدنا وما خدناش الكاس يا ابني، احنا يا ابني اجمالي المباريتين يا ابني احنا كده خلاص احنا وصلنا. والله والله يا ابني انت مش حاسب اي حاجه في اي حاجه. بينام بدري ليه؟ سرح لا بينام بدري كابتن يعني، حاجات كده التزام يعني، فاللي هو مش حاسب الربط ما بين مجموع المباريتين ايه اللي هيتم يعني. قال لك كان كاتب بوست من حوالي 4 ايام، هو كان شغال مع بسيوني مع سموحه كابتن، فكاتب قال لك يا جماعه فين الوكلاء اللعيبه اللي كانوا بيتكلموني كل دقيقه مت من الضحك، هربوا منه دلوقتي. قال لي ده، قال لك ايه مفيش بني ادم بيعبر لي دلوقتي، الوكلاء راحت فين؟ لا هي دي سنه الحياه. كابتن سنه الحياه طبعا، كان احسن واحد يا كابتن، ولسه كنا بنتكلم انا وكمونا واحنا في النادي، كان احسن واحد يخش لجوه ويلعب بوش رجليه الخارجي يعمل الاوفر اوفر يعني، اوفر من ناحيه اليمين بكروس باص بصباع رجليك الكبير تعملها بوش رجليك، فبتروح ضايحه. حاجه محترمه، حاجه جميله طبعا، جيل جميل قوي والله. كابتن طارق انت عاشرتنا وعارف اكيد طبعا، شفت الجهاز محترم يعني جدا، وكنت انت حتى كنت بتنزل تلعب معانا وتلعب كوره معانا وخماسيه. كابتن احمد رمزي طبعا، كابتن احمد رمزي ربنا طبعا، رز ده جميل رز طبعا، فكان جيل جميل. كابتن اشرف قاسم ربنا يشفيه ويعافيه، فكنتوا يعني كابتن مزودين، دكتور محمود سعد رمز يقول لي كابتن ابو رجيله شوف يا شوف يا كابتن طارق شوف الراجل ده، انا مش حاجه جامد يا ودني من الضحك. كواليس جميله يا كابتن، ايام جميله. اما لعيب يغضب ولا حاجه بقول لك ايه، انا في وشه شوف بالظبط ده كانون يا ويند اهو قدامنا ده في النهائي في هناك في النهائي يا جماعه. بص يا كابتن الملعب ده ما تعرفش فوق يا كابتن، بص عامل ازاي فوق ده كان مشوا كمان يا كابتن، ده في ناس مشت. بص الاستاد عامل ازاي يا كابتن، وفي ناس مشت. الملعب حسام، الملعب حسام ما تعرفش تلعب عليه يعني، الملعب مش عمرو فهيم مش متساوي يعني. عبد الحليم وخالد ورمضان كان معانا البريس. مين اللي لابس ده واحد كان من السفاره من هناك وكان صاحب كابتن اشرف قاسم ومتحت عبد الصبور كابتن عزم جاهد الله يرحمه عليه، سامي الشيشيني. خلي بالك البطوله دي يا جماعه، انتوا قلتوا حاجه مهمه دلوقتي ان الفرقه دي السنه دي الزمالك كان جاب حسام وابراهيم وما تقعدوش افريقيا، انتوا كنتوا بتلعبوا بفرقه في الدوري وفرقه في تامر عبد الحميد برافو عليك، ووليد عبد اللطيف والحسن محمد كل بالظبط يا كابتن رز اهو
رز. طبعا رز اهو. كان معانا هيثم فاروق وهيثم طبعا هيثم جميل والمشالي كان معانا زملكاوي جميل هيثم فاروق. امال ايه طبعا يا كابتن. كابتن انا كنت لابس احمد عبد الله كنت لابس رقم 9 كنت واخد رقم 9 بحب انا مساك كنت تلعب 9 كنت بلعب 9 ازاي تمويه يا كابتن لما بنزل مباراه في افريقيا يفتكروني ان انا المهاجم. طارق السعيد كان معانا بطولات يا جماعه حلوه الفرحه حلوه الفرحه حلوه طبعا.